اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من فيوتشر مليونير. النهارده انا عايز اتكلم على جزء مهم جدا، يعني انا بعتبره طبعا الجزء ده انا ما كنتش اعرفه، يعني انا ما كنتش عندي او يعني دايما مشغلني، وهو الباور اوف ناو او قوه اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. طبعا احنا كنا قبل كده على موضوع اذا بقى عندك جولز وتغير المورنينج روتين عشان تاتشيف يور جولز، ده جزء مهم جدا عشان تنجح. ما حدش بيحقق اهداف او بيحقق نجاحات من غير ما يكون عنده كلير فيجن او عنده رؤيه واضحه هو عايز يوصل لفين ويشتغل على ده. لكن في نفس الوقت فكره ان انت هو ايه الهدف، ان ايه الهدف اصلا من الجولز، او ايه الهدف ان انت عايز تنجح في اي مجال، او عايز معاك فلوس اكتر، او تجيب البيت الفلاني، او تتجوز، مش عارف ايا كان الهدف، الجول بتاعك ايه الهدف منه؟ السعاده، مظبوط، انت عايز تحس ان انت مبسوط. طيب هل انت الاند ريزولت بتاعتك او الجول اللي بتوصل له ده هيضمن لك السعاده الابديه، يعني هتعيش هتحس بنفس الاحساس ده مدى الحياه؟ اكيد لا، لان فكره احنا بشر واحنا دايما احنا بيسمونا كائنات تتطور. يعني انت طول ما انت وصلت الجول هتفكر في اللي بعده مهما كان. يعني انت لو حتى قلت انا عايز مليون الف مليار دولار ومعاك ووصلوا هم معاك فعلا، لا انا عايز معايا اكتر، عايز اشتري مش عارف ايه، لو انت عندك عربيه مش عارف ايه بقى عندك اكبر، عايز لو انت عندك فيلا بقى عايز ايا كان، هيفضل طول عمرك عايز حاجه احسن وعندك جولز اكبر. الفكره هنا بقى ازاي تعمل بالانس او ازاي تتوازن ما بين يور جولز وما بين انك انت تنجوي ذا ناو او تستمتع باللحظه اللي انت فيها دلوقتي. ده فكره ده بيج تشالنج، يعني الموضوع مش سهل، بس هو بالبراكتس وبالممارسه هتعرف توصل له. لو جينا فكرنا حالا مثلا، انت اي جول انت حصل في حياتك او اي هدف انت كنت عايز او في دماغك وصلت له ايا كان، نجحت في الكليه، نجحت في المدرسه، عملت مش ايا كان الجو، ايا كان الجول، فضل قد ايه احساسك بالساتسفيكيشن او بالاحساس الهابينس ده قعد معك قد ايه؟ يوم، 2، 3، شهر ما اعتقدش، بس يعني اعتقد ان هو فتره قصيره وبعد كده رجعت للنورمال لايف طبيعي. ده احنا بشر، يعني حياتنا يعني ده تركيبة عقلنا بالمنظر ده، مش هتستمر بالاحساس السعادة ده مدى الحياة، هتيجي عند وقت ستوب وتاني نبتدي من جديد. فين بقى الجول الجديد؟ وهيبتدي انت يومك كله او حياتك كلها متوقفة على الجول الجديد. فبمعنى ايه؟ ان انت هتفكر اوكي انا مستني اللحظه الفلانيه دي عشان اعيش الاحساس الفلاني، انا مستني اجيب العربيه الفلانيه دي عشان ابقى مبسوط مش عارف ايه، انا مستني والحقيقه تفضل مستني، لان انت لو وصلت لها اوكي هتبقى مبسوط برضو بس الفتره، وهترجع تاني مستني الحاجه اللي بعديها. طب ايه الحل في ده؟ ايه اللوب دي؟ يعني ايه اخرها؟ عشان نعرف ايه الحل في ده لازم نعرف احنا الاول عقلنا شغال ازاي او ليه بيعمل كده. طبعا احنا عقلنا في جزء منه كبير جدا، هو مش كبير ولا حاجه، هو حوالي يعني 30% من عقلنا تقريبا، ده جزء متوارث او يعني جينات من اول كان الحجري. حتى بيسموا العقل بتاعنا سيرفايفل مايند، يعني عقل وظيفته الاساسيه ان يخليك على قيد الحياه. يعني زمان مثلا ايام الكائن الحجري وايام ما كان لسه في اي ايام كان بدائي، يعني كان هدف عقل الانسان هو يحميه عشان يعيش، لان كان هو عايش في غابات وعايش مع اسود ومش عارف حيوانات، فكان هدفه دايما هو عايزه دايما alert، وظيفته الاساسيه انه يخليك عايش، هو ده وظيفته، ده عقلك وظيفته كده ان هو عايز يخليك عايش، فدايما عايزك alert، لو حاجه هجمت عليك تاخد بالك، مش عارف تستخبى، مش عارف ايه، دايما يعني محسك ان انت في خطر 24 ساعه عشان يخليك على قيد الحياه. ده وظيفه عقلك، وده الى حتى الان، وده الى الان موجود، يعني موجود في عقلنا كلنا على فكره. عشان كده دايما تلاقي عقلك بيفكر في حاجتين طول الوقت مفيش غيرهم، يا في الماضي يا في المستقبل. بيفكر في الماضي ليه؟ بيفكر في الماضي، ودايما تلاقي بيفكر في الماضي في الحاجات اللي تضايقك دايما. طب هيفكر حاجه تضايقني ليه؟ هو قصد يعاكن عليا مثلا، هو ادي الحقيقه، هو عايزك دايما تخليك عايزك، وعقلك هدفه ان يخليك دايما خايف، فلما تخاف بتاخد حذرك فيحميك. هي دي الفكره، لانه قلنا هدفه الاساسي انه يخليك على قيد الحياه، لان عقلك ما هو يعني هو
البرمجه اللي موجوده فيه من الاف السنين ما يعرفش ان دلوقتي عايش في 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 تحضر ومش عارف ايه، مفيش بقى حيوانات مش الكلام ده، هو مازال شغال على هذا الاساس. فعشان كده دايما تلاقيه بيحوم حوالين المنطقه دي، ان هو دايما عايزك تخليك، عايزك يخليك خايف، عايزك تخليك قلقان مش مطمن، عشان تفضل، عشان تبقى alert، ما تبقاش او ما انا بقى جديد بقى يعني ما تبقاش في الكومفورت زون. يعني هو في الكومفورت زون يحس ان انت كده مطمن، فانت ممكن اي حد يهاجم عليك ياكلك مثلا، يعني هو ده تفكيره حقيقي يعني. او في الفيوتشر، فعشان بقى يطمنك يقول لك اوكي انت عايز تحس الاحساس ده، استنى بقى لما نعمل، ما نوصل مش عارف ايه، لما نعمل ايه هتحس مش عارف ايه، استنى بقى استنى بص، او وهكذا. فانت دايما في لوب ما بين الماضي وبين المستقبل. والحقيقه الفكره كلها ان انت الموضوع ببساطه شديده جدا، يعني السعاده الحقيقيه هي في ناو، دلوقتي حالا، في اللحظه اللي احنا كده دلوقتي حالا، اللحظه دي. لان انت لو انت عملت بس باوز كده لعقلك لثانيه لدقيقه بس يعني، وفكرت وبطلت تفكر في الماضي او في المستقبل، وفكرت في اللحظه انت فيها دلوقتي حالا، هتلاقي ان انت جواك بيسفول مش طبيعي. هي عايزه براكتس بس، يعني ان انت تدرب نفسك ان انت مثلا تحس، يعني انت مثلا ليتس سي مثلا انت بتغسل وشك الصبح مثلا، يعني طبعا احنا قلنا بنعمل الحاجات دي كلها سب كونشسلي، كل ده برمجه، يعني انت مش واعي، انت بتقوم الصبح تغسل وشك وبتغسل سنانك وبتلبس، كل ده سب كونشسلي، انت مش عارف انت بتعمل ايه، انت بس مبرمجه. لو جربت في يعني طبعا درب نفسك على دي، ان انت مثلا الصبح بتغسل وشك مثلا، حاول تحس باللحظه دي بالتحديد، يعني بكل حاجه فيها، بلمس بالميه بتنزل على ايدك شكلها عامل ازاي، وبتغسل وشك، يعني ايه الاحسن انت حاسه في اللحظه دي. حاول تفيل ات بقى كونشسلي مش سب كونشسلي، حاول تفيل ات تحسه. ده تدريب صغير ممكن بس تعمله مثلا مره، بتغسل وشك الصبح مثلا، تغسل سنانك، اوتيفر، اي اكتيفيتي بتعملها في اليوم ان شاء الله مره واحده في اليوم بس. وممكن بعد كده جو من حاجه صغيره لحاجه اكبر. الهدف ان انت تعود عقلك او تعود نفسك ان انت تنجو، مش عايز اقول تنجو بقى دلوقتي، عايز اقول تحس اللحظه اللي انت فيها. انت ممكن مثلا تكون قاعد مثلا في عشاء مع اهلك او مع ايا كان، او في حاجه اكتيفيتي او حاجه، المفروض تبسطك، مفروض يعني انت مش مبسوط. ليه؟ عشان انت عقلك يا في الماضي بتفكر في حاجات بتضايقك طبيعي، او في المستقبل ايه اللي هعمله كمان، ممكن تفكر في المستقبل كمان ساعه، لما اروح اتعشى ايه مثلا، او لما اروح اتفرج على فيلم ايه. لما انت دلوقتي يعني انت ليه بتفكر كمان دقيقه، ما انت موجود، ما تنجوي حالا، هي دي الفكره بقى. فانت لا، وانت keep practice your mind بالطريقه دي، حتى من حاجات صغيره زي غسيل وشك او يعني اي اكتيفيتي صغيره، لحد ما توصل لاكتيفيتي كبيره، انت قاعد في مكان فبتحاول تفصل عقلك عن الماضي والمستقبل. والناس طبعا اللي وصل للمرحله دي، يعني في ناس وصلوا للمرحله طبعا يعني، بس الناس دي وصلوا لمرحله عاليه جدا 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 من التامل، ان هو فعلا هو وهو بيعمل حاجه معينه، هو تركيزه تماما كونشسلي وسب كونشسلي في الحاجه دي، هو ناو. وعشان كده دايما لو انت وصلت للمرحله دي او حتى جزء منها، هتلاقي نفسك عندك البرودكتيفيتي بتاعتك في شغلك وفي اي حاجه بتعملها بقت هاي كواليتي. لان انت وانت بتشتغل انت تفكيرك في الشغل بس، عقلك مش رايح في حاجات بعيد ولا حاجه ولا ماضي ولا مستقبل، انت مركز في اللي بتعمله بس. لو انت قاعد مع عيلتك انت مديهم كل وقتك تماما وتركيزك، لان خد بالك احنا بنتكلم عن الانرجي. فانت لو بتتكلم مع حد، وده اكيد حد خد باله من الكلام ده، لو انت بتتكلم مع اي حد مثلا وتسمعه بس انت مش مركز معاه، هو هياخد باله على فكره، حتى لو انت بص في عينه وعمال تقول اه مثلا، يعني هو هياخد باله، لان انرجي هو بيحسها، هو مش حاجه هتلبسه فيقول، هو سب كونشسلي هيفهمها ان انت مش مركز معاه، بيبان. فمثلا في ميتنج هتحس الكلام ده كله، تحس ان قد ايه انت الناس ابتدت تاخدك مور سيريسلي، لان انت بتسمع احسن او ان انت مركز اكتر. ده غير بقى كميه السعاده اللي انت تحسها خلال اليوم، يعني انت بقيت بتحس باللحظه اللي انا فيها قد ايه اللحظه دي جميله. فكره اصلا انك تصحى من النوم الصبح مثلا ان انت عايش، دي فكره، دي نعمه ما حدش متخيلها. تصحى من النوم الصبح، في ناس كتير ماتت على فكره من نعمه الحياه، يعني دي اكبر نعمه في الكون، يعني انت لسه ستيل الايف يعني، بس احنا مش حاسينها. ليه مش حاسينها؟ عشان احنا مش حاسين باور اوف ناو. احنا حاسين بتصحى من النوم اول حاجه بتيجي في دماغك حاجه عكنت عليك امبارح بالليل،
او الحاجات اللي هتعملها النهارده اللي لسه هتعملها. عندك بقى ميتنج مش عارف الساعه كام ومش عارف هقابل مين ايه وهتدفع قسط ايه في ثانيه، لان هو عقلك عايز كده. عقلك دايما عايزك تبقى مشغول يا بالماضي يا بالمستقبل. في الماضي عشان يخليك خايف فيخليك يخليك بره الكومفورت زون، فتبقى على حسب تفكيره ان انت تبقى مطمن. سوري مش مطمن، لا هو مش عايزك مطمن، هو عايزك تبقى مطمن من نقطة نظره هو، ان انت تبقى سكيور يعني. ما هو متخيل ان انت لسه عايش في غابة، فانت لو بقيت مطمن قوي ممكن اسد ياكلك مثلا. عشان كده مثلا لو جينا مثلا فكرنا في حاجات بسيطة جدا ممكن تحصل في يومنا. مثلا لو انت مثلا بتارجيو مع حد، بتناقش مع حد مثلا، وانتوا اختلفتوا في وجهة نظر، هو قال لك هو عنده وجهة نظر، انت وجهة نظر تانية خالص، مع ان هو لو انت فكرت فيها لوجيكلي وبالعقل يعني، هو في الاخر كل واحد له وجهة نظره. يعني مش معنى ان انت ليك راي في فكره او في راي او في اي مجال وهو ليه راي تاني معنى كده ان هو ضدك انت شخصيا. دي حاجه ما هاش بيرسونالي خالص يعني، هو رايه في الموضوع في السبجكت مش فيك انت، بتاخده بطاقه بيرسونالي. وممكن تقلب خناقه على فكره. ليه بتاخده بيرسونالي؟ بسبب عقلك. عقلك لما بتبتدي تناقش مع حد في سبجكت او في اي حاجه او حد يختلف معاك فيه، بيصور لك كان انت في خطر عليك، ده في حد مخالف ليك، فده خطر. فيبتدي بقى يجيب في كل بقى عقلك، ويبتدي يبث ليك التفكير بقى الغريب اللي هي النيجاتيف، ده ما بيحبكش، ان ده مش عارف ايه، وانت احسن، وانت بتبتدي تتخانق وهكذا. هو عقلك عايز يوصلك للمرحله دي. انت لو خدت بس دي بريك وفكرت دقيقه، الموضوع مش بيرسونال خالص. ايه المشكله هتختلف معانا؟ اختلف معاك يعني، طالما ما فيش حاجة بيرسونال. وعلى فكرة حتى لو بيرسونال، يعني حتى لو حد مثلا قالك حاجة انت بيرسونال، انت مش عاجبك او مش صح، انت شايفها مش صح، يعني اكسبتت كأن هو شايفك بالمنظر ده. ان وجهة نظر الناس في الاشياء وحتى في الناس اللي حواليهم بناء على النظرة اللي لابسينها، مش النظرة اللي هي النظرة او الشمس، لا النظرة على وجهة نظرهم هم، بسموه البارادايم. وهتكلم على البارادايم ده في حلقه تانية خالص، الموضوع كبير جدا. انت ازاي تشوف اللي حواليك، او ازاي تشوف الكون، او ازاي تشوف اي حد. كل واحد عنده نظاره لابسها في عينه، يعني بيشوف بيها الاشياء مختلفه عن التاني خالص. زي ما انت لو لابس نظاره مثلا شمس لونها اخضر، فهتشوف كل حاجه اللون بتاعها شبه الاخضر. واحد لابس زرق نفس الكلام، هي نفس الفكره، مش بالوان بقى باشكال. على فكره ممكن تبقى الوان كمان، يعني ممكن حد يشوف مثلا يمشي مثلا في اي منظر مكان طبيعي ويشوف الالوان الخضار مثلا، يشوف لونه اخضر نقي جدا، او يشوف الجمال في كل حاجه. واحد تاني يشوف النيجاتيف في كل حاجه، او يشوف مثلا لو ماشي في غابه شكلها ممكن يركز مثلا على حته تراب في الارض مثلا. ده بارادايم، عقله مركز على ايه، فبيشوف اللي هو عايز، اللي عقله عايز يشوفه. تعال نتكلم فيه بعدين، ده موضوع طويل بس هو برضو مهم جدا. فانا قصدي الكلام في قصدي في موضوع الباور اوف ناو، ان انت زي ما بتعمل جولز، وده مهم جدا، ويبقى عندك جولز وعندك هدف عايز تحققه، لازم تعرف تنجوي المومنت اللي انت فيها. يعني في حد كان اتكلم مره ان هو كان عنده تنيم الصبح هيطلع يروح، اعتقد كان ويل سميث، اعتقد كان عنده تنيم الصبح هيروح ينط من باراشوت، وهو كان عنده فوبيا من الاماكن العاليه. قعد طول الليل ما نمشي، وخايف جدا ومرعوب من اللحظه اللي هو هينط فيها الباراشوت تاني يوم. فتاني يوم لما راح حط الباراشوت اكتشف ان هو المعمل ده، دي كانت احسن لحظه في حياته. يعني هو انجوي ات ذا موست، يعني هو لما نط الباراشوت اكتشف ان دي احسن حاجه عملها في حياته، اكتر وقت متع بيه. ففكر قال ايه بقى، يعني انا قعدت طول الليل ما نمتش وقعد قلقان عشان حاجه انا ما اعرفش كانت حلوه ولا وحشه، وفي الاخر طلعت احسن حاجه في حياتي. طب انا ليه وست ماي تايم بالمنظر ده؟ ليه انا مثلا ما انجوي الوقت اللي كنت فيه بالليل ده مثلا مع اصحابي، او تعشيت او واتيفر، وبعد كده اللي يحصل انا دلوقتي حالا، انا مش كمان ثانيه، انا مش كمان ثانيتين، انا مش كمان دقيقه، انا دلوقتي. انجوي دلوقتي، انجوي بتعمله حالا. لو انت قاعد بتشتغل انجوي بتعمله حالا، حتى لو شايف ان انت في المجال اللي انت فيه ده مثلا بالنسبه لك اجلي، او انت مش مبسوط اللي بتعمله، او فكر في ثلاث حاجات، يعني ثلاث حاجات في حياتك انت جريتفول فور. فكر في بيتك، فكر في صحتك، فكر انت عايش، فكر ان انت بصح، ايا كان. انجوي اللحظه انت فيها دلوقتي حالا، لان انت مهما توصل
لو انت مش انجوي اللحظه اللي انت فيها دلوقتي حالا دي او ما عندكش البراكتس على ده هتبقى حتى لو انت معاك اي حاجه مش سعيد برضه، بدليل ان في ناس معاهم مليارات وبينتحروا كتير جدا يعني، او مدمنين مخدرات او واتفر مالهاش يعني. مش شرط يكون معاك فلوس كتير او تكون مثلا حققت نجاحات عاليه جدا ان تكون عايش سعيد خالص. هما دايما بيسموها السعاده ودينيو او بيسموها انسايد اوتسايد، ما هياش مؤثر يعني. انت عشان محتاج مؤثر خارجي عليك عشان يخليك سعيد، ايا كان مؤثر ده بقى، فلوس، عربيه، راي حد فيك، مديرك في الشغل، مش محتاج ده. كل حاجه من جواك انت، انت اللي ممكن تخلق الاحساس ده جواك. هو موضوع محتاج براكتس، ومحتاج ان تاني انك تفهم ان انت جاي الحياه دي او دورك في الحياه ده جاي هنا عشان هو جورني او رحله، ولازم ودورك فيها كبير. ما انتش مؤثر يعني، دورك فيها مؤثر، ما انتش شخص مهمش او جاي الدنيا دي عشان تعيش زي ما مت. لا، مش ده، هذا مش دورك خالص في الدنيا. انت جاي عشان تعمل حاجه مؤثره في الحياه وتاثر في اللي حواليك وتبقى سعيد. ما ينفعش تعدي لحظه وانت مش سعيد. طب احنا بشر وهيحصل اوقات تبقى داون ومش عارف ايه. الفكره بانك ازاي تعرف تبوش يور سيلف باك، ترجع نفسك تاني للمود اللي هيساعدك. وفي اخر فكره لو خدت بالك هو كله اصلا بيكمل بعضه يعني. انت حتى لو انت استمتعت في الباور اوف ناو، خد بالك من نقطه مهمه جدا، لو استمتعت في الباور اوف ناو ما ده هيغير الانرجي بتاعتك، هيخليك الفريكوانسي مختلفه كان على الفريكوانسي قبل كده. فالفريكوانسي دي هتجيب لك البوزيتيف ثوتس، فالبوزيتيف ثوت هتجيب لك البوزيتيف اوبورتيونيتيز او الفرص الايجابيه، فهتساعدك في تحقيق جول برضو. يعني في موضوع كله موصل في بعضه. ده العكس بقى، العكس تماما بقى. عشان كده مثلا الناس بتتكلم مثلا فيقول لك ايه، انا اوكي انا مودي مش حلو، انا خلاص انا مش عايز، انا عايز ابقى كده. دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها البين بودي. في ناس بيحبوا الاحساس بالالم، ان هو انا مودي مش حلو فانا حاسس الاحساس ده، انا حبه، انا عايز احس ان انا مظلوم، واسمع في اغاني حزينه طول النهار، او اقعد اكتئب واقف على نفس الباب ورب ايا كان اللي بتعمله. فانت حاسس ان انت حابب الاحساس ده، حابب تبقى في فيكتيم مود. طب ده هيوصلك ليه في النهايه؟ لا شيء. لا، ده هيوصلك لاسوء بقى، ان هتجو داون اكتر يعني. فانت لازم تفايت ده. مفيش حاجه في الدنيا خارجيه ممكن توصلك لمرحله تبقى عندك تقول مثلا ان انا شخص مهمش، او انا مثلا شخص مش مؤثر في الحياه خالص. انت اللي بتوصف نفسك. وعلى فكره انت لما بيبقى عندك، لو انت وصلت لمرحله تبقى عندك البوزيتيف انرجي حتى في المومنت اللي انت فيها، وهتحول تبقى بعد كده 24 ساعه معاك. طبعا ده برضو بيبتدي برضو الموضوع المورنينج روتين، وده يعني يا جماعه تخليكوا فيه على طول. موضوع المورنينج روتين ده مهم جدا. حتى انا دايما اقول ابتدي يومك كانك رايح مسابقه، او انك رايح مثلا النهارده عندك بطوله جمهوريه او بطوله العالم مثلا. الساعتين، لو انت مثلا عندك النهارده بطوله عالم النهارده الساعه 9 الصبح، هتصحى الساعه كام؟ اكيد مش 8:30، اكيد الساعه 5 او 4:30 مثلا يعني، عشان تجري وما اعرفش ايه، وتاخد شاور وتقعد تتمرن وتسخن ومش عارف وهكذا. مظبوط. اعتبر ان كل يوم في حياتك هو بطوله العالم. ان انت عايز تاهل نفسك قبل يوم ما يبتدي، انت تكون جاهز عشان توين ذا داي. مش هتوين ذا داي وانت صاحي قبل ميعاد البطوله بنص ساعه، مش هتحصل. لازم تصحى قبلها بفتره عشان تجهز نفسك. ازاي تجهز نفسك؟ منتلي وفيزيكلي. تجهز نفسك انك ورك اوت اكتر في اليوم، على نص ساعه في اليوم على الاقل، ومنتلي انك تمديتيت، انك تبقى عندك جراتيتيود، تكتب 10 حاجات مش عارف ايه، تجري، تقرا نص ساعه في اليوم حاجه بوزيتيف، تسمع حاجه بوزيتيف. ساعتها هتبقى انت ريدي للبطوله دي بقى، اللي هي بطوله اليوم بتاعك. انت تشو اب في اليوم ده او تظهر في اليوم ده the best version of you. لو حصلت اي حاجة خلال اليوم بيسموها ايه؟ unbreakable. لو حصل ايا كان اللي يحصل في اليوم انت solid، او زي ما هو bullet proof، حفش هتأثر فيك. اي موقف يحصل اوكي انا هعديه. وهتبقى كمان توصل مرحلة كمان ان انت اللي بقيت تدور على المشاكل عشان تحلها، مش بتهرب منها. يعني في ناس مثلا، في نوع من الناس بيهربوا من المشاكل، او هو يعني مثلا عنده مثلا، او واحد مثلا عنده مثلا ديون، او واحد عنده مثلا
مشاكل مع ناس معينة فهو مش عايز يواجههم او مش عايز يواجه المشكلة فبيهرب. الهروب ان هو مثلا ما يردش على التليفون او ان هو ما يعرفش ايه واتيفر او ان هو يتجاهل الموضوع يأجله بيسموها كده تأجيل حد ما حلها ربنا زي ما بيقولوا. في النهاية اللي هيلاقي يحصل ايه بقى؟ الموضوع هيتراكم والمشكلة هتبقى 2 و10 و20. لكن اللي هيخليك بقى تفوز بالمباراة او البطولة بتاعت اليوم دي الاتيتيود بتاعك هيبقى مش كده خالص. هتقول بقى برينج داون، تعالى لي بقى انت عايز ايه المشكله فانا احلها بقى، هات لي مش عشان احلها. نفسك عمال بتكلم الناس اللي انت مش عايز تكلمهم وبتحل المشاكل وعندك وتعالى حل المشكله بتاع، انت بتدور على مشاكل عشان تحلها مش العكس. هو ده معنى كلمه ويند داي. فانت لو استمريت على المرحله دي او المرحله دي بقت خلاص بقت هي اتيتيود في حياتك. قلنا دايما الهابت، لو يعني لو انت عملت الاكشنز دي كل يوم باستمرار لمده مثلا قلنا 66 يوم على الاتليست، هتبقى في حياتك حاجه زي سبكونشس مايند، بتصحى من وشك او بتصحى من النوم بقت حاجه طبيعيه في حياتك، وهتشوف تاثير في حياتك لا تتخيله طالما انت عرفت ازاي توين ذا داي وتوين ذا ناو. بس فكان دي كان حلقه النهارده، وطبعا هتكلم بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله هتكلم على جزء مهم جدا برضو، انا يعني بعتبره هو موازي بكيف دلوقتي حالا. فان شاء الله اشوفك في الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.